مرحبا بكم. منذ صغرنا نعلم أن عجائب الدنيا سبعة فقط، إلا أن هناك العديد من الأماكن المذهلة الأخرى بالعالم، حيث تبدو تلك الأماكن غريبة جدا كما لو أنها تنتمي لكوكب آخر. يواجه العلماء صعوبة بالغة في معرفة كيفية تكوينها، فهيا نشاهد سويا تلك الأماكن الرائعة التي لا يمكن أن تصدق أنها من هذا العالم. وقبل البدء بالفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. أولا، نهر الغليان الأمازون. في البداية كنا نعلم بوجود نهر أسطوري بمنطقة الأمازون، ومع الوقت تم اكتشاف أن ذلك النهر المسمى بنهر الغليان تصل درجة حرارته إلى 93 درجة مئوية، وهو بذلك يمكنه قتل أي كائن حي ينزل إليها. ولذا يعتقد الناس الذين يعيشون بتلك المنطقة أنه نهر عظيم ولديه قوة هائلة. وبينما صرح العديد من العلماء باستحالة وجود مثل ذلك المكان، قام العالم أندريس روزو بالذهاب إلى هناك وإثبات حقيقة وجوده. ثانيا، كهف موفيل في رومانيا. تم اكتشاف الكهف لأول مرة في عام 1986، والآن تم حظر الاقتراب منها ولا يمكن دخوله إلا بإذن خاص. هذا الكهف الذي يحتوي على كائنات غريبة محاصر في منطقة مغلقة لمدة 5.5 مليون سنة، حيث أن نسب الأكسجين بالهواء الذي بالكهف تصل إلى 10%، بينما نسبته في الهواء الذي نتنفسه هي 20%. وتم إثبات أن هناك 48 نوعا من الكائنات الحية تعيش بداخله، من بينهم 33 نوعا غير موجودين بمكان آخر. وأثبت أيضا أن معظم الكائنات الحية به ليس لديها عيون، ولأن الكهف مظلما فهي تملك هوائيات تساعدها على إيجاد طريقها بداخله. ثالثا، نهر نيد إنجلترا. يوجد نهر نيد الغريب بإنجلترا بالقرب من مدينة كينسابور التي تعد من أقدم المدن السياحية الرائعة، ويوجد منبع مياه عجيب هناك يشبه جمجمة عملاقة. يتحول أي شيء يلمس سواء كائنات حية أو أغصان وحتى الكائنات الميتة بعد فترة قصيرة إلى أحجار، لذا لا يقترب الناس من ذلك المنبع خوفا من أن يتحولوا أحجارا. رابعا، كاراشي روسيا. بحيرة كاراشي المكان الأكثر تلوثا بالعالم، تقع جنوب جبال الأورال بشرق آسيا، ويصل تلوثها لدرجة أنه حتى إذا كنت تتنفس لمدة ساعة في الهواء فإنه يتسبب بقتلك، يجعلك تأخذ كمية مميتة من الإشعاع. ذلك التلوث قد أحدثه الاتحاد السوفيتي، حيث أنه في ذلك الوقت قام مصنع الأسلحة النووية السرية، والذي أنشأ لإنتاج قنبلة ذرية خاصة به بصب نفاياته الذرية في بحيرة كاراشي، وتسبب في تلوث قاتل. خامسا، البحيرة الخضراء النمسا. ماذا تتوقع أن ترى عندما تغوص في بحيرة؟ مياه غير نقية، رمال لزجة، نباتات غريبة طويلة وحادة. إن البحيرة الخضراء هي حديقة بمدينة تراغوس، حيث توجد هناك بركة عمقها لا يتعدى مترا أو متران على الأكثر طوال العام، وباستثناء 45 يوم. يقوم الناس بالمشي والتنزه ومراقبة الطيور في الحديقة وبجوار البحيرة، ذلك بداية من أول شهر يونيو وحتى منتصف يوليو. ففي تلك الأيام يصل عمق البحيرة إلى 10 أمتار، وفي الشهور العشر الأخرى يمكن رؤية أثاث الحديقة المكون من ممشى للتنزه، جسور خشبية ومقاعد بشكل أكثر وضوحا. سادسا، شجرتي كاسورزو في إيطاليا. حدثت في إيطاليا معجزة خضراء تسمى شجرتين كاسورزو، حيث تنمو شجرة توت وفوقها تنمو شجرة كرز. لا يعرف أحد بتلك المنطقة كيف حدث ذلك، وإنما يعتقدون أن طائرا قد ترك بذور شجرة الكرز فوق شجرة التوت. إن نمو الشجرتان معا وإن كان نادرا، إلا أنه موقف طبيعي، ولكن الغريب هو عدم نموها بهذا الشكل الضخم من قبل، حيث أنه في العادة الأشجار الطفيلية تظل قصيرة القامة، أما هنا قد نمت شجرة الكرز بشكلها الصحيح. سابعا، برق كيتاتومبو فنزويلا. تحدث عاصفة رعدية نتيجة الاصطدام بين نهر كيتاتومبو في فنزويلا مع الغيوم المكونة فوق سطح بحيرة ميركايبو. تحدث تلك الظاهرة نتيجة الجهد العالي الذي يتكون على ارتفاع 5 كيلومترات، وتستمر 160 ليلة بالسنة، وكل ليلة 10 ساعات. أما سبب تلك العواصف هو اختلاط غاز الميثان الصاعد من مستنقعات المنطقة مع الجبال القادمة من جبال الأنديز. يتكرر البرق أحيانا 280 مرة بالساعة الواحدة، ولذا تعد تلك المنطقة المكان الوحيد المكون للأوزون بالعالم،
وبما أنه يمكن تتبع العاصفة البرقية على مسافة 400 كيلومتر، فإن السفن تستخدم البرق لتحديد الاتجاه. ثامناً، بوركان جاوا إيجن، إندونيسيا. بالتأكيد سمعت بالنار الحمراء والنار البيضاء عند تحديد درجات الحرارة المرتفعة. حسناً، يوجد تدرج بالألوان في بركان جبل إيجن بإندونيسيا حتى وصل للنار الزرقاء، فتلك الحمم البركانية تتحول للون الأزرق بالليل، حيث أنها تحتوي على كمية كبيرة من الكبريت النقي والذي يعطي اللون الأزرق البنفسجي عند الاحتراق، وتصل درجة الحرارة على المنحدرات الصخرية 139 درجة فهرنهايت، كما يحيط بها مواد سامة للغاية. تاسعاً، منتزه ليونسوس مارينينسيس الوطني بالبرازيل. هذه الحديقة التي تبلغ مساحتها 1550 كيلومترا مربعا يزورها حوالي 60 ألف سائح كل عام، هي ذات نظام بيئي فريد، وتتكون بها الكثبان الرملية على شكل هلال من الرياح أو تيارات المحيط، ويمكن تصل لارتفاع 40 متر. الماء المتراكم بين الكثبان الرملية خلال هطول الأمطار الغزيرة التي تهطل بين شهري يناير ويونيو يخلق بحيرات ذات مناظر خلابة، وأحيانا ما تربط ينابيع صغيرة تلك البحيرات بعضها ببعض، ويمكن للزوار الغوص مرتدين قناع الغطس لمشاهدة الآلاف من الأسماك الصغيرة والتي تسبح بذلك الحوض الطبيعي. عاشرا، شلالات الدم أنتاركتيكا. تم اكتشاف تلك الشلالات الحمراء بتلك المنطقة في عام 1911. هذا الشلال الموجود في نهر تايلور الجليدي في أنتاركتيكا يتدفق بشكل مستمر وتختلط مياهه بمياه بحيرة بوني. اعتقد العلماء لسنوات طويلة أن ما يعطي الشلال ذلك اللون هي طحالب حمراء، إلا أن عمليات المسح التي أجريت على الشلال في وقت لاحق نفت ذلك وكشفت عن وجود منبع كبير للمياه الجوفية تحت الشلال. كما أظهرت الأبحاث أن منسوبي مياه البحر قد ارتفع منذ 5 مليون عام وتسبب في غرق أنتاركتيكا الشرقية وأفسح مجالا لتكوين البحيرة، فتلك البحيرة التي هي منبع الشلال أكثر ملوحة من مياه البحر العادية 3 أضعاف ولا يمكن تجميدها. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.